اللقاء سينطلق عند العاشرة ليلا بتوقيت تونس، التاسعة مساء بتوقيت المملكة المغربية. معين الشعباني بعد ان انتصر تكتيكيا في الماتش الاول على الاقل 70 دقيقة الاولى في ماتش لالي، اليوم في الرتور كيف ستكون المباراة؟ الترجي الرياضي والانتظارات والتساؤلات، الانطلاق لازم نبداو كوين من الاول، ترجي يلزم يحاول يسجل هدف من البداية ومن بعد يجاري الماتش، مهم جدا انك تبدا مهاجم ومن بعد سير المباراة على المراحل. الهجمة الأولى لفريق الوداد 3 دقائق لعب في الشوط الأول، تمشي كرة خطيرة السعيدي والكرة ترجع للترجي، يمشي الكونتر لكن موجود النصير، يلعب الكرة مرة أخرى لبلايلي، لبلايلي في وسط الميدان، الحكم يقول لمسة يد، الحكم بكون هدفك من ذهب يا كوليبالي، تمشي كرة دربالي، دربالي يلعب كرة نيس البدري، البدري، البدري يدخل، البدري يمشي، البدري يقرب، البدري وخطأ للترجي الرياضي التونسي، اضرب يا بدري اضرب. حبيت معز في ماتش اليوم، لماذا؟ من ناحية الستات، من ناحية الإحصائيات، الترجي لا يخسر أمام مازيمبي ولا ينهزم أمام الوداد، ومعز بن شريفية حارس العرين اللي حضر الززي، ثقتنا كبيرة في رامي الجريدي للإبداع، أحسن لاعب في ماتش مونديال ضد الوداد. رباح 3 وتعادل 3 وقبل كازوس بونتو، والكرة تمشي على طريق البدري، ممتاز البدري، البدري خرج كرة خطيرة وكومارا، والضغط للترجي والعرضية، عدي عدي وفي خطر رفع رجل الحكم قال العب، يمشي كوم شوت ويشوت كوم، والكورنيرا والسيمتر للوداد. باهي الترجي الرياضي، الوداد اللي في 4 مباريات والأخرى اون ديبلاسمون خارج الديار لا يقبل هدف للشوط الأول. ضد لوبي ستارز في نيجيريا، ضد لاسيك في ابيجان المغربيه، حذاري حذاري كولي، امشي كولي، والكره تبقى وداديه في خطا، فاول الوداد، خطا للوداد، يستفيد منه بديع عوض. الخطا موجود، الفاول صحيح لمصلحه الوداد الرياضي. الوداد الرياضي في 4 نهائي خسر 2011 من الترجي، فاز 92 على الهلال. كونتر اتاك يا بلايلي، امشي يا بلايلي، والكره من يوسف، يوسف بلايلي حط الكره بكير بكير، السونتراج والتوشي يا سعد، الكره لرجل النهايات، يلا يا بكير، امشي الترجي صيب كره، كونتر اتاك واحده جيبوها صحيحه يا الاولاد، امشي بكره البلايلي، يوسف البلايلي، يوسف البلايلي، اهيا اهيا يا يوسف، اهيا يا يوسف، اهيا كره على طريق توم، توم جاب الكره والكره في الدفاع، كومارا ممتاز، وترجع كره كولي، يرجع الوحش كولي، امشي كوليبالي، فوسيني، الترجي اقوى في البدايات، والكره تمشي لهز الشباك، العرضيه وين الكره؟ الراسيه الاولى من طاهر خطيره، عرضيه اخرى صعبة الكورة والشوطة برا، رد بالك عاد ما تبداش توخر وانت تدافع، حذاري وقت البريسينج، طريقة فوزي نحاربوا أبيه اليوم، وكرة خطيرة، اخرج 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 اخرج، خاطر على الكرة، يرجع الخليسي في الضغط، حط الكرة طاعي ياسين، الخليسي الخليسي حط الكرة خطيرة، تلعب الكرة، الترجي ضيع الفرصة، والمنتدى بلمسة كولكير، إذا فيها فيها فار، والفار متكلم به جاني سي كازوي، خلينا نشوفوا اللقطة، عندك الحق ولا لا يا بكير، عندك الحق ولا لا يا بكير، كرة بعيدة برشا يا سعد، كرة بعيدة برشا، كرة بعيدة من هذه الزاوية ممكن تظهر، كرة بعيدة برشا، أوه طلع إيديه، طلع إيديه جبران، ولكن اللمسة ولا اللمسة يمشي فرانك، خميس عليك يا كوم، نظف المنطقة يا كوم، عدي يا كوم، راوغ يا كوم، تمشي كرة للترجي الرياضي، فنين ولادنا خير، والكرة تمشي من فرانك يا معلم يا كبير، يمشي دبابة الكاميرون، تمشي الكرة عن طريق كاميرونا، يلعب الكرة خطيرة، هي للترجي الرياضي البلالي، والكرة كانت باية بدري، باية بدري، أعطيه أعطيه، امشي يا دربالي، عرضية وركنية للترجي الرياضي، بابا بابا بابا، خميس عليك، خميس عليك. الترجي الرياضي يحاصر الوك، ترجع الكرة ممتازة جدا العرضية، والشيخ إبراهيم كومارا في الركنية، ترجع الكرة عن طريق البدري، عند البدري يدخل البدري عرضية، والدفاع من صلاح الدين السعيدي، والانطلاق يلعب كرة ترجي، يضرب كرة يهرب حقيقة خطيرة، الهربة الهربة الهربة، وين الضربة لمسة يد؟ فما لمسة يد؟ لا، الحكم قال العب، والكرة من حداد، ولد ماشي دي ما فما شيء، ترجع الكرة للترجي الرياضي، يا دربالي، كليناهم يا دربالي، كليناهم.
الجبالي يمشي بالكرة، الترجي خطيرة والكرة للهدف الأول. أي 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 أي. 27 دقيقة أحسن دقائق والكرة تمشي حلوة يا خليسي، خذ الثانية. ركز لي عادي يا سعد، ركز لي عادي يا سعد، ركز لي يا رجل الفينالات، يا هداف النهايات. اسألوا فيصل عمان الأردن واسألوا الأهلي القاهري والشناوي. هذه جاتك تقريبا 5 ألقاب أفريقية في جراب البنزرتي، 2 مع الترجي و2 مع الإتوال. والكرة خطيرة، حذاري حذاري والحارس يا ستار يا ستار. الوداد صعب، الوداد صعب، الوداد خطير، أخطر الكرة. وبرافو رامي، برافو رامي، برافو. يمشي العملود، العملود الكرة برا أوت، رمية مرمى للترجي الرياضي. الله 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 الله. 2 في وقت الحديث عن القاب فوزي، كرة خطيرة جدا، مراوغة ممتازة جدا، التسديدة والهربة. يضرب كرة وليد الكارتي هداف الفريق في ماتش الفاينل ضد الأهلي، ولكن الكرة ترجع ودادية، تضرب الكرة الوداد. الآن هي دقائق الوداد، العرضية خطيرة، الحسوني بالراس. الله عليك يا رامي، الله عليك يا جريدي. كرة من رامي جريدي، لابد من الهدوء والتركيز. الوداد في آخر دقائق يطلع البريسينج والضغط، الوداد يطلع منعرج آخر وفترة جديدة في الفينال. الوداد أخطر، الوداد يهدد مرمى الترجي، والوداد كرة بدري، يلعب البدري، 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 حاط الكرة حلوة، يعرف فيها البلالي، والكرة خطيرة يا يوسف، الكرة خطيرة يا يوسف. 36 دقيقة، الترجي يرجع ويرجع ينبه الوداد، أنا الترجي يا وداد. شوف الباس ممتازة جدا، ممتازة جدا في ظهر الاريير النصير، في ظهر الظهير عبد اللطيف النصير. هذه ممكن كانت بشكل أفضل في الزاوية الأخرى، الزاوية على اليسار، الزاوية الثانية يا بلالي. خطا للتر، يطلع واحد ويحطها، ترجع الكرة بالراس حتى والركنية كلاكيت من تقناوتي، تقناوتي العملاق خارج الكرة. على فكرة نقطة ضعف تقناوتي الكرة اللوطة، الكرات الأرضية شوطوا يا الأولاد اللوطة، اللوطة كيما شوطة البدري في الرباط. ترجع الكرة للبدري، كرة البدري، هدف الآن في وقت مناسب جدا من الناحية المعنوية. ترجع الكرة سعد بقير، اظهر يا بقير، بان عليك الامان يا دربالي، الدربالي يعطي الصوت الويني، الراسية والدفاع، والكرة خطيرة والهدف يضيع. الترجي كان قريب من هز الشبكة، حذاري من المرتدة، حذاري، يرجع الترجي الرياضي ما يعديش، رد بالك عنده كونتر. فما خطأ، فما خطأ لمصلحة الحسوني، فاول لأيمن الحسوني، حذاري. واحد من اللاعبيه كان مطالب هو يكمل من الحسوني لانه كولي عنده انذار، ولكن متفرج فارس. كرات الفوق لا يا الاولاد الا اذا كره ثابته، سنتراجات اللوطه، اللوطه شوط اللوطه، وتفكرني شوط اللوطه ورحم على والديا. سير ما يغلطش، عندك عوده له يا كوم، كوم البقير، وبقير بن محمد يمشي حمل ايرلندي، يدخل القلب التونسي، حاط الكره حلوه، اضرب كره اليه، الهدف الاول، الهدف الاول. الترجي، الترجي برجاله، الترجي يا دولة، الترجي يا دولة، الترجي يا دولة. اضرب يا بلالي اضرب، اضرب يا بلالي اضرب، طيارة يا بلالي، طيارة يا بلالي، حطها وطير، ترجيك يسير للنجمة الرابعة يا وجه الخير. 1-0 بلالي، 1-0 لبلالي. الترجي لا يحتاج لحكم، لا يحتاج إلى مسؤول، لا يحتاج إلى رجاله، لا يحتاج إلى جمهوره. اضرب يا بلالي، اضرب يا بلالي، أنا في حلم ولا في علم، لحالي دوم، لحالي دوم. أفول البارح لبلالي اليوم. شوف بن محمد أول مرة يطلع، يا قلبي يا قلبي وين تسكن؟ السكنة وين يسكن شيطانو؟ واحد بلاش عن طريق الفنان المايسترو، شوية من ماتجير، شوية من عصاد، شوية من بلومي، وسكور واحد بلاش، جيبها من الشبكة، قوم تسحر، قوم تسحر يا تقناوتي، قوم. عيادي وسنين دايما، عيادي وسنين دايما.
واضح انه الترجي افضل. وين الكره؟ وين الكره؟ عادي يلزمني، يلزمني عين اخرى، يلزمني عين اخرى. ورامي، يا رامي يا رامي يا رامي يا شكري يا شكري يا رامي يا شكري يا واعر يا واعر يا واعر يا ولد الجريدي، ولد الحارس ابراهيم الجريدي الحارس السابق في الترجي الرياضي. برافو رامي. يغيب عنا معز، يحضر رامي جريدي. ولذلك قلتها ونعودها، الترجي لم يتاثر بغياباته مثلما تاثر احمر الوداد. لاحظت حاجه وسألاحظها لكم، والكره تمشي ملعبه طويله. حذاري من الحداد، حذاري، التركيز لاخر لحظه، التركيز لاخر دقيقه، حذاري، كره صعبه والدفاع، والكره ترجع للترجي الرياضي. كرة ترجع على خط للترجي الرياضي. احذروا الوداد، احذروا كبرياء الوداد، احذروا الكبير الودادي. الشوط الاول ما يتعاود السيناريو الرباط. التركيز يا يعقوبي، لم تنتهي بعد معركه ديربي الاشقاء. اوفسايد واضح، تسلل واضح، تسلل واضح، كانت كره خطيره. يلعبوا برشا على جهه بن محمد، يربح وقت، خذ الثواني، يمشي بالكره الشمام، الشمام يلعب كره طويله لمن الافضليه، لمن الراسي، الشامبيونز ليج، يسجل اهداف للتاريخ، يرجع الشمام، ترجع كره للترجي التونسي. الشوط خلص، الشوط انتهى، خلص يا قسامه، صفر يا بكاري. الترجي يبكر بالهدف، لحالي دوم، لحالي دوم، في نفس الشبكه، البارحه فول واليوم يوسف البلالي. 1-0 للترجي. 1-0 نفسيا معنويا. تدخل الشوط الثاني بالاسبقيه، مهم جدا. ما لا نلعبوا نحن الوداد اربع ماتشات، ما يقبلش، ما يقبلش. في كل واحد وتكتيكه، تكتك انت يا معين، وخلي الشوالي تكتك معاك. واحد بلاش في شبكه تقناوتي، عن طريق الغول، عن طريق ممثل الغول، عن طريق البلايلي. 1-0 بهدف ولا اروع، في كوره ولا اجمل، في وقت قاتل، دقيقه 41، محمد يوسف البلايلي. 1-0. مباراة الفاينل العام الماضي ضد النادي الاهلي، لما الترجي سجل بونتو الاول في وقت رائع، رائع جدا على المستوى النفسي، استفاد منه الترجي الرياضي، وعلى المستوى النفسي تمس منه وقت الاهلي، واليوم ممكن يتمس منه الوداد. بالضبط الساعة عدلت على التوقيت مع بدايات فجر جديد، مع انطلاقة السبت 1 جوان، 1 جوان في تونس وغرتها، تاريخيا عندنا عيد يسمى عيد النصر. فبدري البكير، وبكير على اليمين، ينطلق الترجي، خطير الخليسي، يمشي الخليسي، يوزع كرة وركنية ترجية، ركنية للترجي التونسي. هالركن ترجع كرة من البدري، أنيس البدري حاط الكرة لبكير، سعد بكير، سعد بكير، ترجع للترجي، يلعب الكرة الدربالي، دربالي، كرة الشمام، يمشي خليل الشمام، خليل شمام، كرة بالملي حلوة، يعرف فيها البدري، يعدي البدري، خطيرة، أنس البدري، عرضية، والكرة من ناهيري، يرجع الترجي ضاغط، والكرة ممتازة للترجي، اضرب يا بدري، اضرب يا بدري، والكرة ترجع من العملود، الناهيري، الناهيري، يمشي الناهيري، ركباك راهو يشوط، يمشي الناهيري، حاط الكرة من بديع، بديع أوك، بديع أوك يحاول يعدي، بديع يوزع كرة خطيرة، والكرة كانت قريبة جدا للتعادل. فرصة كانت كبيرة وخطيرة برشا للوداد. كرة أيمن الحسوني كادت تعادل ورقة الفينال. الحكم ماذا يقول؟ بكري قسما يطالب باللعب. بكري قسما يسامح الوداد في بينالتي في الشوط الأول. جاني سيكازوي يقول العب، ما فما شيء في الفار. نعاود نشاهد اللقطة. محاولة الضغط على الحكم بكري، خرج ورقة صفراء يا قسما، نسيتها في بانجول عاصمة غامبيا. العب الكرة، العب الكرة، ما فما شيء، ما تكلمناش على الواضحة الفاضحة في الشوط الأول. الترجي هذه لكن حذاري، هذه الكرة الخطيرة وهذه الكرة ملعوبة، ما فما شيء، ما فما شيء يا وداد، ما فما شيء يا وداد. هذه الكرة من بديع أوك، والكرة ملعوبة. نعاودوا نركزوا مرة أخرى، الحسوني مش معقول في السيماتر، ما فما شيء، ما فما شيء. الكارت يضيع الفرصة والحسوني يضيع كرة، ما تضيعش. الحمد لله من لطف الله في هذا المكان، الأولاد لازم يفيقوا التركيز من جزائري الدولي البلالي. هذه الكرة أمامك، هذه الكرة قدامك، كرة تعدات أمامك، الصورة تتعاود أكثر من مرة من الزاوية هذه. بكري قسمايو تبعها، والكرة تمشي ضربة مرمى للترجي الرياضي، تمشي كرة مرة أخرى، ركنية، كرة ثابتة، حذاري بالراس، والحارس اش تعمل يا رامي؟ اش تعمل يا رامي؟ بديع أوك، مباراة صعيبة الآن، الراسية قريبة، والكرة تضرب في بكري قسما، بكري يعطي باس، والكرة من بديع، وبديع أوك، خطيرة جدا كرة بديع، ترجع كرة الحسوني، الحسوني بديع، بديع، والعرضية تضرب في الكاميروني.
فرانك كام. الضغط واضح وهذا منتظر من الوداد. مباراة صعيبة برشا مادام لم يأتي الثاني، بس كل مباراة صعيبة برشا إلى آخر دقيقة. ترجع الكرة، هذه هي ضريبة دوري أبطال أفريقيا ونجاحاتها، والكرة تمشي طويلة. ترجع الكرة، دربالي يخرج رامي، ترجع الكرة مرة أخرى، كرة الوداد والتسديدة والحارس مش معقول، والدفاع حط له كرة والتسديدة والدفاع. يا ستار يا منع الاختار، العب على الكونتر يا بكير، خلصها يا بكير، العب يا بكير، سايب كرة، ارجع يا سعد، سعد بكير، كرة من سعد بكير، سعد بكير تحط الكرة يوسف البلالي، يوسف البلالي، سعد بكير، يوسف البلالي، يهرب الجزائري، يوسف البلالي، يوسف البلالي، والكرة من النهيري، النهيري. الوداد قوي جدا في هذا الشوط الثاني، الوداد يسيطر 10 دقائق من النار، الوداد يحاصر الترجي هنا في استاد رادس. فرص بالجملة وكرات بالجملة وأخطاء بالجملة وارتباك بالجملة، والفريق الودادي كاد يعادل الأرقام. حذاري، هذه تتشد، اعتقد انك تشدك في تشدها في ديك الكرة يا رامي. شوف الخطا الاخر من بدري، يرجع كرة الحسوني، ولولا الصلابة دفاع لكير، والكرة خطيرة. شوف الحسوني، ديما روتار دفاع الترجي، حذاري في هذه اللقطة، العرضية صعبة جدا، والكرة ترجع صعبة جدا بالراس، وهدف التعادل، وهدف التعادل، ولكن هدف يلغى، هدف يلغى لوليد الكارتي. حذاري، حذاري، ماذا هناك في هذه اللقطة؟ هل هناك تسلل؟ سنتأكد من الأمر. والحكم بكري قسم بمساعدة كاميرا يقول هدف ملغي للوداد. شاهدوا الكرة، شاهدوا الصورة، أين الكرة هي؟ الكرة هنا إيش فيها؟ فيها التوزيعة، عند التوزيعة فما خطأ اعتبره للشمام أعتقد، أو أوفسايد، سنتأكد من الأمر. كرة أخرى تلقى على المباراة، ممكن هذا التوقف يكون في صالح الترجي الرياضي التونسي. فالانتظار هنا، فما حديث بين بكري قاسما وبين سيكازوي، ممكن في غرفة الفار. إذا فما لقطة فيها شك أكيد سيعود لها الحكم الجنبي. في الانتظار، الكرة ستعود في وسط الميدان. الحكم المساعد قاعد يحكي كاميرا مع قاسما. المباراة ستتواصل. الآن كرة يطالب فيها قاسما باش يحكي مع القائد عبد اللطيف النصير وخليل الشمام. المطالبة بتهدئة الأمور. سبعتاشر دقيقة لعب في الشوط الثاني. هذه هي اللقطة اللي أثارت كثير من الشك. هنا طلب الكرة، يبقى سليم من اللاعب الكارتي، لكن هنا الإعاقة. أعتقد أن الحكم المساعد رفع الراية للفاول. المساعد كاميرا يشوف فيها خطأ من الكارتي، فما عملية دزان دفع شوية للشمام، ليس تسلل، لأنه التسلل في رأي مش موجود، عمل على الفاول اللاعب الكارتي ضد شمام. فالانتظار، المباراة تتوقف، فالانتظار، اللقاء يتوقف. قاسما يحكي مع سيكا زويرة، وفما فاول بالنسبة ليه، ليس التسلل يعني، الكارتي خرج في نفس الخط في رأي. على كل حال في الانتظار تتوقف المباراة، تتوقف دقائق ودقائق. اللقاء يتواصل في سكور 1-0. حكم لم يلتجأ للفار في ضربة الجزاء بالنسبة للترجي الرياضي اللي كانت واضحة حسب محللنا وخبيرنا كابتن جمال الشريف. والآن فما لقطات زايدة، الآن فما لقطات زايدة، إن شاء الله تهدى الأمور. ترجي رابح واحدة بلاش، يلزم ما يدخلش في الأمور هذا. الوداد حقه، خلي طالب حقه، الحكم يلزم يفرض القانون، وترجع المباراة تتواصل أكثر أقل. الترجي ما عندوش علاش باش يدخل في هذه المناوشات. هذا الرئيس الوداد النصيري، إن شاء الله تهدى الأمور. شاهدوا إسماعيل حداد واللاعب الاحتياطي التغزوي. هذه هي مباريات الأجوار، وهذه هي مباريات الديربي. الحقيقة شخصيا على قد ما نفرح أن النهايات تكون عربية، صدقني ما يحدث الآن في النهايات القارية تقول بلاش بها، يعني يولي طرف عربي وفريق مازيمبي أو سان داونز أو أفريكا سبور أو أساك، مع الأسف
لأنه النهائيات صارت تلعب بحساسية مفرطة، كل فريق يحب يربح هذا حقه، ولكن دائما يبقى الميدان وتبقى قرارات الحكام وتبقى اللعبة دائما في المستطيل الأخضر. المباراة أين هي؟ هنا في استاد رادس تتوقف لدقائق ودقائق، هذا يعني رسميا أنه بطل أفريقيا 2019. سنتعرف على هويته في بعد منتصف الليل، يعني بدايات السبت بالنسبة للتوقيت المحلي في تونس. المغرب لا، باعتبار أنه المملكة المغربية توقيتها ناقص ساعة على تونس. الآن كيف ستكون المباراة؟ محاولة تهدئة الخواطر، محاولة تهدئة الأمور. الوداد كي نحكي ونرجع نحكي كورة، كان في الربع ساعة الأولى هو المسيطر، كان قوي جدا على مستوى الأطراف، والسيطرة كانت واضحة مع فرص بالجملة للفريق الودادي. والترجي التونسي فيما تبقى من ردهات هذا اللقاء النهائي، هذا اللقاء القمة، لابد أن يحذر، لابد أن يأخذ حذره، لأن المباراة ما زالت في الميدان، مباراة مرهونة في هدف من كل جانب. إن شاء الله هذا التوقف للعب يكون في صالح الترجي التونسي اللي بإمكانه الاستفادة في الدقائق القادمة مع هذا التغيير ودخول حمد الهوني. المباراة ما زالت متوقفة. إخراج الاحتياطيين من الجانبين هذا مهم جدا الآن، ونرجع نركزوا على الفينال. فرصة ممكن لمعين الشعباني باش يصلح الوقفة متاع الفريق في هذا الشوط الثاني. الكرة تتواصل والمباراة تتواصل. طبعا المباراة تقريب توقف تحكاية 8-7 دقائق الآن، داخلين في العشر دقائق ستوب. ترجع الكرة لفريق الترجي والوداد، لأنه الكرة باش تكون في وسط الميدان بين اثنين في ظل توقفها بعد إصابة سعد بقير. إذا البلالي واضح أنه متقلق شوية على المستوى الصحي، وبالتالي خرج بعد ما قام بواجبه وسجل هدف مهم جدا لحد الآن يمكن الترجي من النجمة الرابعة على قميصه. ثم الآن يدخل حمد الهوني في الأطراف، إن شاء الله يكون في فورمة حمد الهوني. لعب كرة واحدة أن كونتران في اللقاء الرباط ضد النصير، تفوق عليه وخلق فرصة للترجي الرياضي في 30 ثانية تقريبا لعبها الدول الليبي، اللي إن شاء الله يكون في يومه يصنع الفرق. وإذا كان البلايلي الأول فإن شاء الله يكون الهوني هو صاحب الهدف الثاني. ما زالت المباراة متوقفة في هذا الفاينل النهائي الإفريقي 2019. الكرة ستعود في وسط الميدان، تهدى الأمور الآن من الجانبين. محاولة آخر التعليمات من فوزي بن زرتي للودادية ومعين الشعباني لملاعبية الترجي. الكرة ستعود الآن في وسط الملعب، محاولة السيطرة على الوضع بالنسبة للجامبي بكري جسما اللي يدير دوره النهائي السابع في 8 سنوات الأخرى تقريبا ونهاية الأخرى، ديما موجود الحكم الجامبي بكري. والآن ننتظر اللقاء في قادم الدقائق كيف ستكون. لحد الآن المباراة متوقفة، الجو العام هذا في استاد، يعني إن شاء الله نرجع كأن تتطلب فترة حماية أخرى من الجانبين باعتبار هذا توقف 10 دقائق. صدقوني العشر دقائق هذه باش تأثر في النتيجة النهائية في المباراة. هذا التوقف الآن في هذه الدقائق للفاينل باش تكون عندها تداعيات في النتيجة النهائية للشامبيونز ليج 2019. ترجع المباراة تقريب بعد 10 دقائق من توقفها، النتيجة 1-0 للترجي الرياضي. الكرة تمشي مرة أخرى في وسط الميدان، مازال الوداد ما رجعش الملعب او في الميدان. وهذا هو حمد الهوني اللاعب الليبي اللي كان تضرب واغاب شهر في اصابه من اللاعب المازيمبي في ماتش الدومي فينال ضد لو تي بي. الترجي التونسي موجود على الميدان، الوداد الرياضي يستعد للعودة في الماتش. فما كلام الآن مع الملعبية
ومع ستاف بالنسبة الوداد. ما عادش الحديث مع الحكم. تاجناوتي يتكلم مع سعد بقير. نقاش بين بقير والحارس أحمد رضا تاجناوتي في الأخير. أين الكرة؟ نرجع للكرة بعد شوط أول. الحقيقة كان ممتاز الوداد اليوم غير وداد الرباط. الوداد اليوم كان قوي جدا على المستوى الذهني، على المستوى التكتيكي، على المستوى البدني. فريق واضح أنه جاهز مقارنة مع ماتش الذهاب. والسبعين دقيقة في المباراة، 70 دقيقة بالطبيعة فيهم تقريب يمكن 10-12 دقيقة سيحتسبهم بكري قاسما في نهاية المباراة. الآن الحديث من جديد. بالنسبة للترجي الرياضي موجود باش يلعب يا بكري. شاهدوا الآن هذه الأجواء الآن في المباراة. مباراة وقفت برشا. معين الشعباني مثل أولاده مطالبين بالتركيز في هالنصف ساعة تقريبا المتبقية من عمر النهائي. فريق الوداد رد الفعل بشكل قوي جدا في الشوط الثاني. الترجي الرياضي لازم يرد باله فيما هو قادم من الدقائق، في دقائق حاسمة ستحدد مصير البطولة في 2019. هذا طبعا الدولي اسماعيل الحداد، لاعب سريع جدا اليوم افتقد الوداد لإصابة ونجم. يعني لا أدري ماذا ينتظر بكري قاسما باش ترجع المباراة ويتخذ قرار العودة. معنا الملاعبية تحكي مع بعضها، يتناقشوا مع بعضهم، الستاف يحكي مع أفراد الطاقم.